لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم. أثار توقف جميع صفحات الداعية السعودي الشيخ محمد العريفي على وسائل التواصل الاجتماعي عن النشاط في وقت واحد المخاوف من أن يكون قد تعرض للاعتقال، وذلك بعد أنباء راجت مؤخرا عن اعتقال أحد أبنائه، واختفى حساب العريفي على تويتر دون معرفة الأسباب. وأفاد حساب معتقل الرأي المهتم بمتابعة حملات الاعتقال والمضايقات التي يتعرض لها العلماء والدعاة والناشطون في السعودية بأنه جرى حذف حساب الشيخ العريفي، وأشار إلى أن أسباب هذه الخطوة ما زالت مجهولة حتى الآن. وقبل اختفاء أو توقيف حسابه، كان العريفي قد منع من الخطابة والتدريس منذ شهور في جميع مساجد المملكة وفقا لناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي. كما تأتي الخطوة أيضا بعد اعتقال أحد أبنائه، ويبدو أن صمت الشيخ العريفي بشأن القضايا التي أثيرت في الفترة الأخيرة بما فيها قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي واعتقال العلماء والدعاة لم يشفع له لدى سلطات بلاده، حيث تعرض للعديد من المضايقات في الفترة الأخيرة. الشيخ العريفي هو داعية إسلامي سعودي يحمل شهادة الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وله حضور إعلامي كبير على القنوات الدينية، وهو أكثر مغرد متابعة في العالم العربي، وقد وصل عدد متابعي حسابه على تويتر إلى أكثر من 20 مليون قبل اختفائه المفاجئ. وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل الدين السعودي محمد العريفي الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة، وأثار مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء عبر صفحة جولدن دوس جدلا حول تاريخ تصويره إن كان حديثا أم قديما، في حين تواصلت CNN مع مكتب العريفي للحصول على تعليق دون رد عن تاريخ نشر هذا الفيديو. يذكر أن العريفي قد أثار تساؤلات عديدة في عام 2019 بعد اختفاء حسابه لفترة، والذي كان يتابعه عليه نحو 24 مليون متابع بصورة مفاجئة، وعند محاولة الوصول إليه حينها عبر محركات البحث تظهر رسالة للباحثين بأن الصفحة غير موجودة دون إصدار الداعية أي توضيح حول سبب اختفاء حسابه عن تويتر. يشار إلى أن آخر تدوينة كتبها العريفي على صفحته في منصة إكس كانت في مايو أيار 2019، وقال حينها: إدراك رمضان فضل ورحمة يمن الله بها على من يشاء من عباده، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، واستثمارك شهر رمضان بالذكر والتلاوة والتراويح والصدقة هو شكر لله وطلب لمزيد من فضله ورحمته. اللهم اشملنا برحمتك واختم لنا شهر رمضان برضوانك. تفاصيل اعتقال الداعية العريفي. حسب وكالة زاد الأردن الإخبارية وبعض المصادر المسؤولة عن صحة هذه الأخبار، فقناتنا ليس مسؤولة من قريب أو بعيد عن هذه التصريحات، فنحن مجرد ناقلين للحدث. قالت وكالة زاد الأردني الإخبارية بأنه تم تأكيد المعلومات بشأن اعتقال السلطات السعودية للشيخ محمد العريفي الذي يحظى بشعبية واسعة داخل المملكة، حيث تم اعتقاله بصمت وبشكل غامض ودون الإعلان على الملأ عن عملية الاعتقال. وقال موقع أسرار عربية أنه حصل على معلومات بشأن أسباب اعتقال الشيخ العريفي والتي لم تنشر من قبل. وأكد الشيخ سلمان العودة نبأ اعتقال العريفي، ودعا الله تعالى أن يفك أسره ليكون الشيخ العودة بذلك
هو أهم وأرفع الشخصيات التي أكدت نبأ اعتقال العريفي، وتتداول مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي أنباء مفادها أن اعتقال العريفي جاء على خلفية نشره عددا من التغريدات التي ينتقد فيها قطار المشاعر، وهو القطار المستخدم من أجل نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر خلال موسم الحج، وهي تغريدات كانت آخر ما نشره الشيخ العريفي بالفعل قبل اعتقاله، إلى أن المعلومات التي حصل عليها موقع زاد الأردني تكشف بأن لا علاقة بين هذه التغريدات وبين اعتقال الشيخ. وبحسب المعلومات التي نشرها موقع زاد وموقع أسرار عربية من مصدر رفيع المستوى في الرياض، فإن اعتقال الشيخ العريفي تم بعد رفضه المشاركة في خطة استخباراتية سعودية تستهدف المقاتلين في سوريا. وفي تفاصيل المعلومات، فإن المخابرات السعودية قررت قبل شهور تشكيل جبهة علماء لتكون مرجعية للمقاتلين في سوريا، على أن يكون الشيخ العريفي طرفا في هذه الجبهة، وهو ما وافق عليه في البداية على أساس أنه سيسدي النصح والمشورة للمقاتلين في سوريا، دون أن يعلم بأن الأمر ليس سوى مؤامرة استخباراتية لتمرير نصائح معينة إلى المقاتلين السوريين ثم تحريك المعارك لصالح السعودية. ويقول المصدر، سافر الشيخ العريفي ومعه آخرون إلى تركيا قبل أسابيع لتأسيس جبهة العلماء المخابراتية التي تهدف لتوجيه المقاتلين السوريين، وهناك اكتشف أن الأمر لا يعدو كونه مهمة استخباراتية وليس جبهة علماء تقدم النصح والمشورة بصدق للمقاتلين الذين يقاومون النظام السوري. ويتابع المصدر، كان العريفي يظن أن النظام في السعودية سيتيح له تقديم النصح والمشورة للمقاتلين السوريين بمن فيهم أولئك الذين سيتم تدريبهم من قبل السعودية، وذلك من أجل محاربة الفكر التكفيري، لكنه اكتشف أن الفكرة لا تعدو كونها مؤامرة مخابراتية لتحقيق أهداف سياسية، حيث قرر حينها العودة إلى المملكة وأبلغهم برفضه المشاركة في جبهة العلماء. وحسب المعلومات، فإن العريفي عاد إلى المملكة وأدى فريضة الحج، وخلال تلك الفترة كانت المخابرات السعودية تحاول إقناعه بالانضمام لجبهة العلماء، إلى أن الشيخ رفض وأصر على رفضه حتى اعتقلته المخابرات السعودية بعد انتهاء الحج وعطلت عيد الأضحى مباشرة. وكان نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاجا جديدا يحمل عبارة العريفي خلف القضبان، وهو الهاشتاج الذي لاقى رواجا وتجاوبا كبيرا في أوساط مستخدمي الإنترنت. ويعتبر العريفي من أبرز دعاة الإصلاح في السعودية، كما أنه من أكثر المشايخ تأثيرا في الرأي العام، ويتابع حسابه على شبكة تويتر ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن أن تغريداته تصل تقريبا إلى كل السعوديين. ويعتبر حسابه على تويتر من أهم وسائل الإعلام المرموقة في المملكة. الشيخ محمد العريفي، اسمه بالكامل محمد بن عبد الرحمن العريفي الجبري الخالدي، وهو داعية إسلامي ويعمل أستاذ مساعد في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود. ولد في الدمام وكان ينوي دراسة الطب، ولكنه التحق في النهاية بكلية الشريعة، وقد أتم الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حاصل على دكتوراه في أصول الدين وفي المذاهب المعاصرة والعقيدة، وماجستير في أصول الدين والمذاهب المعاصرة، وقد شارك في الكثير من المؤتمرات وحصل على العضوية في أكثر من مجلس ومكتبة. ينتمي العريفي إلى مذهب السنة والجماعة السلفية، وتصل ثروته التي يمتلكها إلى حوالي 220 مليون ريال سعودي. عائلة العريفي، تعد هذه العائلة من أعرق العائلات في المملكة العربية السعودية، والجد الأكبر له هو حمد بن حمدان الجفيف، كما قد تفرعت عائلة العريفي من هذا الشيخ.
والذي كان يقيم في البداية في منطقة الحبشة، ثم بعد ذلك انتقل إلى منطقة نجد، وبالتحديد إلى روضة سدير. وقد كان السبب في هذه التنقلات قيام الجد الأكبر بقتل رجل من الإحساء، فكان يهرب، وبهذا الهرب والتنقل تعددت الأنساب لتكون في أماكن كثيرة، مما ساعد في نشر واتساع حلقة العائلة. من هي زوجة الشيخ محمد العريفي وكم عدد زوجاته؟ لم يصرح الشيخ محمد العريفي بزواجه أكثر من مرة بعد أن تم نشر العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول النشطاء معلومات تفيد بزواج الشيخ عدة مرات، منها زواجه من ابنة عمه علي بنت بدر يحيى العريفي التي تسكن في محافظة القويعية السعودية وهي أصغر منه بسنوات، بالإضافة إلى زواجه من ابنة حمود طارب الزرفي الشمري. ومنذ ذلك الوقت انقسم الرواد ما بين مصدق للأخبار داعين له بالسعادة الدائمة، وما بين مكذب لها وتأكيدهم بأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وذكر الشيخ محمد العريفي في مقابلة تلفزيونية قصة زواجه ومطالبة والده بأن يزوجه، وكان عمره في ذلك الوقت 15 عاما فمنعه بسبب صغر سنه، وفي كل عام يعيد عليه الأمر ولكن لم يستجب بسبب الثقافة والمجتمع. وعندما وصل للمرحلة الجامعية فكر بفكرة ووضع رسالة لوالده باسم مستعار، وعندما وصلت لوالده اعتقد أنها من الجامعة، ليكتشف فيما بعد أنها حيلة منه، فوافق على زواجه بعدها وكان لا يزال في المرحلة الجامعية. تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة زوجة الشيخ محمد العريفي بعد معاناة طويلة مع المرض، وضجت المواقع بهذا الخبر داعين لها بالرحمة والغفران ليتم تكذيب هذه الإشاعات فيما بعد. وتبين بأن من توفي هو والد الشيخ محمد وليست زوجته، وأن زوجته بحالة صحية جيدة، ويتضح مما سبق بأن زوجة الشيخ محمد العريفي هي واحدة فقط ولا يوجد أكثر من زوجة كما ينتشر ويقال على مواقع التواصل الاجتماعي. حقيقة وفاة الشيخ محمد العريفي، إنما تم تداوله حول وفاة الشيخ محمد العريفي هي أخبار غير صحيحة، وهذا ما تم تأكيده من قبل الشيخ من خلال نشره تغريدة عبر حسابه الرسمي نفى فيها ما تم تداوله حول خبر وفاته، كما أنه عبر عن حزنه الكبير بسبب تلك الشائعات التي تم إطلاقها حوله من بعض الأشخاص، وأكد أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض جسدية. الجدير بالذكر أن خبر وفاة الشيخ لاقى اهتماما واسعا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن هذا الخبر تسبب في حزن الكثير من محب الشيخ في كافة أنحاء العالم العربي، ولكن الحمد لله فالخبر ليس صحيح. ربنا يبارك في عمر الشيخ محمد العريفي يا رب ويحفظه. شكرا لكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.